مشاكل كبيرة يتعرض لها الواقع الزراعي في العراق، بدءا من شح المياه والإهمال الحكومي للمزارعين ومعاناتهم، وصولا إلى إتلاف المحاصيل وإحراقها بين الحين والآخر. هذه المرة من قضاء أبو غريب غربي بغداد، حيث أكد المزارعون تعرضهم لعمليات غش كبيرة في بذور البطاطا التي قاموا بزراعتها هذا الموسم، ما أدى إلى تلف محاصيلهم وتحملهم خسائر مالية كبيرة. نحن مجموعة فلاحين قاطنين قضاء بين قضاء أبو غريب وقضاء الفلوجة، تعرضنا إلى أكبر عملية غش في تاريخ الزراعة العراقية الحديثة. يعني بس منطقتي يعني جزء بال 250 فلاح 300 فلاح. أنا من الناس زارع 15 طن، تكلفتهم 75 مليون، يشهد الله. وهذه هذا أحد الحقول، هذا أمام عينك وأمام الكاميرا مالتكم. والله العظيم فلوس عمال هسه إذا أريد أطلع عمال ويحول، والله ما سد فلوسهم. اليوة كاملة، يوة كاملة تنتج 5 كيلوات، يعني شنو ذنبنا؟ بعض الفلاحين في أبو غريب حملوا وزارة الزراعة والجهات الرقابية مسؤولية غش البذور التي تسلموها من وكلاء التجهيز والتجار المدعومين من الجهات السياسية المتنفذة. يعني هذا الفلاح المسكين هو جهاله طاير بشمه، صار له 7 أشهر ويجي التاجر يغشه، يجي يغش البذور، يغش المبيدات. لا رقابة من وزارة الزراعة، لا رقابة من عندكم، لا تسمعون صوت أحد، لا تشكون أحد. ما نعرف إحنا، شيلونا وخلوا بمكاننا بنغلاديش. كما أكد قسم منهم أنهم تعرضوا للتهديد من قبل تجار يعملون بحماية الميليشيات وجهات حزبية متنفذة. التجار اتجهوا إلى القوة، هددوني، قالوا إذا نسمع من عندكم تقولون هاي البوتية مزيفة أو ينغل صوتكم أنتم مهددين بخطر، لأن أنتم ناس ضعاف لا حول ولا قوة. فإحنا نحكي بكل صوتني نقول التجار دخلوا بوتيته مزيفة، والبوتيته نكبة قضاء أبو غريب اللي هي مثل ما نقول غذاء الرئيس لبغداد، نكبة ما صارت بتاريخ العراق كله. عرقلة مسيرة الواقع الزراعي في العراق عبر الإهمال وإحراق المحاصيل الزراعية لها ثمة هدف واحد، وهو إبقاء العراق سوقاً مفتوحاً للاستيراد، وخاصة من إيران كما يقول المزارعون.